عزيزي المشاهد الكريم، هذه ماكينة لتعبئة اليوغورت، نوع من أنواع الألبان، ممكن أن تكون محلات أو نسبة الحلاتيات قليلة أو كثيرة إضافة إلى بعض المربيات. وهذه الماكينة تقوم بإنتاج هكذا نوع من أنواع الأطعمة. فهذه المكائن ممكن أن تتعرض إلى بعض الأخطاء الفنية، وهي تدور عن طريق نظام الكينوماتيك، فيجب على الشخص أن يعرف الخلل ويمكن أن يتم تصليحه بنفسه. فهذه الماكينة يتحكم بها جهاز إلكتروني وأي شاشة إلكترونية، وأيضا تتحكم بها المستشعرات أو المستشعر، وهو جهاز صغير يقوم بالتقاط الضوء ويحول النبضات الضوئية إلى شفرات يتم تحديدها عن طريق الكمبيوتر، وعلى الكمبيوتر يتحكم بعدد الأكواب، بسرعة الأكواب، وكم وقت يستغرق لتعبئة المربيات وكمية المربيات وأيضا كمية الألبان، وتمشي على النطاق المتحرك، السلسلة المتحركة. فهناك جهاز إلكتروني ومستشعر ونظام ضغط هواء وبعض أجهزة الكلوماتيك. فهذه أخطاء بسيطة لمن يهمه الأمر، ممكن تتعرض لها أي ماكينة. فالمستشعر جهاز حساس جدا، يجب الانتباه عليه، لأنه هو الذي يقوم بحمل المعلومات وإرسالها إلى الكمبيوتر. هناك كان خللا أو ما شابه، بحيث الأكواب تنزل بين قطعة وقطعة، يعني المفروض الأكواب تأتي هنا وبعد ذلك تأتي المجموعة الأخرى، إنما الذي يحدث هنا أنه تنزل الأكواب المفروض تأتي هنا لكنها تصعد مرة أخرى إلى الأعلى، بعد مرور 3 ثواني تنزل وتذهب إلى الحزام المتحرك. نحاول أن نرى لماذا بين 3 ثواني و3 ثواني. احتمال بسبب نظام الاستشعار أو نظام الجهاز الإلكتروني. الآن قمنا بفحص هذه القطع التي هي تشبه صمامات الهواء، فوجدنا أنه هناك صمامين قد تحطما، فقمنا بتثبيت قطع جديدة، وهذا بسبب تحطم القطع بسبب مرور كمية من الهواء لا تتحملها القطع. أما سبب مرور كمية من الهواء وهي عدم تضبيط أنابيب
الأناديب وصمامات الأمان لكمية الهواء الذي يمر في المكينة، فتحطمت بعض القطع، فهناك أناديب مر الهواء بها بكثرة مقارنة بالأناديب الأخرى، فقمنا بتبديل هذه القطع وهي تشبه صمامات الهواء الموجودة، شبيهة ما يعني نوعا ما تشبه صمامات الهواء الموجودة في البايسيكلات ولكن من نوعية أخرى. وأيضا قمنا بفحص المستشعرات، هناك كثير من المستشعرات في بعض الأوقات أثناء حركة الماكينة عن طريق الفيبريشن الاهتزازات تكون بعض البراغي تكون راخية بنسبة معينة، وهي تحدث في جميع المكان أيضا في السيارات، لذا يجب تضبيط المستشعرات هذا المستشعر لأنه كان ليس في مكانه، فهناك خللين تم تحديدهما، قمنا بتضبيط المستشعر وأيضا قمنا بتبديل هذه صمامات الهواء. فالماكينة الآن تم تحديد العيب أو الخلل الذي حدث فيها وقمنا بتصليحه، والآن بحمد الله تعمل بشكل جيد. فعلى الشخص إذا أراد أن يعمل على هكذا مكان يجب أن يفحص المستشعرات، جميع المستشعرات، وين الخلل، وأيضا صمامات الهواء، وأيضا ما هو البروجرام الموجود في الماكينة لكي يحدد الشخص العيوب. مثل هذه الأشياء تحدث في كثير من المكائن. أرجو أن هذه الحلقة قد نالت رضاكم، وانتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله لكي الشخص لمن يهمه الأمر يتعلم على بعض الأمور البسيطة التي تحدث في بعض المكائن وخاصة مكائن البنوماتيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.